اوعى تفتكر ان انا معجبه وجايه اقتحم خصوصيتك وكده. رجع للسينما تاني بعد فتره غياب كبيره محدش عارف سببها، اللي يقوله مشاكل واللي يقوله محمد سلام، بس الاكيد انها خلاص رجعت. نشر الدنيا سمير غانم على انستجرام صوره ليها من حلبه الملاكمه وهي لابسه لبس الملاكمه، وعلقت على الصوره وقالت فيلم راكي الغلابه صيف 2024 ان شاء الله. وطبعا دي كانت مفاجاه كبيره، لان اخر افلام دنيا في السينما كان من سنتين بفيلم جت سليمه، وشفنا عدد كبير من اصحاب دنيا بيباركولها على تجربتها الجديده، ومنهم شيماء سيف اللي كتبت في تعليق مبروك يا حبيبتي، مليون مبروك، هتكسري الدنيا كلها باذن الله يا رب. وكتبت داليا شوقي تبدينا رائعه، الف مبروك، كسري الدنيا كلها. ومحمد امام علق بايموجي بيسقف قلوب. ومعاها في فيلم روكي الغلابه مجموعه من الفنانين، منهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح او تايسون. والفيلم من تاليف كريم يوسف واخراج احمد الجندي.